طائرات مروحية لإطفاء الحرائق وتعبئة أمنية في البر والبحر والجو، هكذا بدت جزيرة ستامبول الإيطالية الواقعة في الجانب الغربي للبحر المتوسط شمال صقلية، والسبب ثورة بركان راح ضحيتها سائح وأصيب آخر حسب السلطات المحلية. ألسنة اللهب امتدت لتشمل الغابات القريبة مهددة حياة أهل الجزيرة وزوارها. وكالة الأنباء الإيطالية قالت إن انفجار البركان لم يكن متوقعاً، وضع أثار الهلع بين السياح حيث قام بعضهم بإلقاء نفسه في البحر. لمواجهة الوضع تم استدعاء فرق إطفاء من أماكن قريبة للمساعدة في جهود إخماد الحرائق من جهة، وفي ترحيل السياح القريبين من منطقة الخطر. وتشكل قمة الجبل البركاني على ارتفاع 924 متراً قبلة مهمة لعشاق التسلق، حيث يدفعهم الفضول للنظر إلى الفوهة بينما ينفث البركان من حين لآخر دفعات صغيرة من الصخور الدائبة في السماء.